على فكرة في خناقة مرتقبة ما بيني وما بين دكتور نبيل. احنا النهاردة بنتكلم في الأحلام، وأنا مقتنعة، أنا مقتنعة إن في جزء في الأحلام دي ملهاش علاقة غير إنها حاجة من الحاجة ربنا بيبعتها لك. دكتور نبيل بيدمر لي كل ما ممكن أكون أنا متوقعة، بيقول لي لأ الحلم هو مخ كيمياء عقل باطن. ازيك يا دكتور؟ بس بص مش عايزين نتخانق. لا احنا نتخانق ليه؟ لا لان انت ضد كل حاجه. لا انا بتكلم من وجهه نظر علميه. طب ايه هو الحلم الاول؟ الحلم هو فيه بيتعمل ازاي؟ في اكتر من تعريف للحلم. التعريف العام بيقول انه الحلم هو عباره عن مجموعه من الصور والافكار والمشاعر والاحاسيس الجسديه التي تحدث داخل المخ اثناء النوم، وبالذات في مرحله محدده اثناء النوم. قول لي تاني كده. مجموعه كل مجموعه من الافكار والصور افكار والاحاسيس احاسيس والمشاعر مشاعر التي تحدث داخل المخ اوكي في مرحله محدده اثناء النوم، في مرحله اللي هي كل من 60 الى 90 دقيقه، في مرحله حلم من 10 الى 20 دقيقه، بنسميها احنا مرحله النوم ذو الحركه السريعه للعين. في مرحلتين في النوم، في مرحله العين ما بتتحركش، وفي مرحلة العين بتتحرك. لما تلاقي واحد نايم وتلاقي عينه بتعمل كده من تحت الجفن ديت، يبقى بيحلم. نعرف ان هو بيحلم. بيحلم بيشوف حاجة، يعني بيشوف حاجات وبيحس بحاجات. وده بيتقاس بالنشاط الكهربي للمخ. يعني اثناء النشاط الكهربي للمخ بنبقى عارفين، نقدر نعرف ان الراجل ده بيحلم. اي بيتعمل ازاي بقى؟ اللي هو ايه الحلم؟ الحلم بقى في يعني تفسيرات. انا نايمة فحلمت بابويا. هقول لك انا بقى في تفسيرات جالي مختلفة. ازاي بقى ده؟ في تفسيرات مختلفة للحلم، ومفيش تفسير واحد شافي يعني تمام. كافي لان احنا نفهم ايه هو الحلم. اوكي. ففي تفسيرات، من ضمن التفسيرات بتاعت الحلم انه تفسير فرويد مثلا انه الحلم هو محاولة من النائم لتحقيق الرغبات المكبوتة داخله اللي ما يقدرش انه يعبر عنها وهو صاحي. فنترجمها هنا ان انا حلمت بحد عزيز عليا مات، ان انا نجحت في الامتحان، ان انا جالي فلوس، او مخاوف. يعني اما انه تجنب مخاوف او الحصول على الرغبات، زي ان احنا جاني فلوس، ان انا قابلت حد نفسي قابله، ان انا قابلت ان انا اتعرف على حد نفسي اتعرف عليه الى اخره. ده احد التفسيرات. في تفسيرات بقى بيولوجيه اكتر حداثه بتقول انه احنا اثناء الحلم المخ بيحاول يدخل المعلومات الجديده اللي حصل عليها طول النهار في المعلومات القديمه. فانا مثلا قابلت مفيده النهارده تمام واتكلمت في الحلم، ماشي. روحت بالليل نمت. ده اللي حاصل دلوقتي بينا، ده بيخش في حاجة اسمها الذاكرة القصيرة. عشان يدخل في الذاكرة الطويلة بنام، فأثناء الحلم بيدخل الكلام اللي احنا اتكلمناه وكل الأحداث ديت في جوه الذاكرة القديمة في المخ. أحلم أنا بقى بإيه؟ فأحلم بقى بحاجات قديمة وكلام في الحلم ومفيدة وقابلتها مش عارف من كم سنة، واشوف بقى ناس كائنات غريبة وبتاع. ليه؟ لأنه الذاكرة الجديدة بتخش في الذاكرة القديمة، فبيحاولوا ان هم اكمل. في حاجه ثالثه، في عنصر ثالث، انه الحلم في ناس بتقول، او في اخرى نظريه اخرى بتقول انه الحلم هو تعبير عن المرحله التطوريه انه الانسان بيمر بيها. يعني مثلا انا في مرحله مثلا فيها استقلال او فيها انفصال عن الاسره مثلا، فانا بحلم ان انا طاير، فهنا ديت بتعبر عن الخوف من ان انا اطير فقع، وبتعبر عن الرغبة في ان انا اطير بعيدا عن الاسرة. فهنا ده الحلم، قراءة الحلم وفهم الحلم يساعد الاشخاص احيانا على قراءة اللحظة اللي هم عايشين فيها، ويديلهم شوية ارشادات لانهم ماشيين فيها. الارشادات دي يعني انا مثلا واحد صاحبي تيجي او انا احلم مثلا ان درسي وقع ولاقي تاني يوم ولا بعدها باسبوع ابويا مات، يبقى ايه الارشادات دي؟ هنا الحلم ليه معنى رمزي. كل الناس عارفه صحيح في الحلم صحيح ان انت لما صحيح تقع درسك ولا اسنانك يبقى في حد من عيلتك هيموت. الحلم ليه معنى رمزي، بمعنى انه الحلم ما بيجيش بشكل مباشر. الحلم هو ليه صفات رمزيه، يعني الحاجات اللي احنا بنشوفها ممكن يتم قراءتها قراءات اخرى، زي ما انت قلت كده درسي وقع. كل الناس عارفه كده، فيبقى في حد ممكن. انا ما اعترضتش، بس هديلك مثل بسيط جدا. قول لي، طول الوقت الناس بتتكلم على الفرق بين الاحلام الملونه والاحلام الابيض واسود. وايه الفرق بين الاحلام الملونه والاحلام الابيض واسود؟ وده معناها يعني، وده معناها مش عارف كذا، وده معناها كذا، وحاجات كده. عملوا دراسه على الناس اللي بتحلم احلام ابيض واسود،
طبعا. اكتشفوا انه اغلب الناس اللي بيحلموا ابيض واسود اتربوا على التلفزيون الابيض واسود. فالموضوع فالموضوع طلع انه هم اللي بيتفرجوا عليه هو ابيض واسود، فمخهم خلاص بقت اغلب احلامهم ابيض واسود. طب خلينا نشوف بقى اصدقائنا ولسه هنتكلم في الموضوع. حسناء، ازيك يا حسناء؟ الحمد لله. ازيك يا مفيدة، عاملة ايه؟ انا كويسة حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ممكن اكلم الدكتور بعدين؟ معاك، سامعك يا حسناء. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حسناء؟ هو دلوقتي انا هتكلم بس في موضوعين. اولا موضوع الاحلام، اوكي تمام. انا اصلا يعني دلوقتي المفروض ان في واحد متقدم لي وكده، فانا في مشاكل على طول انا وهو، واعمل صلاة استخارة وكده. فبعد كده حلمت النهارده لقيت ان انا قايمة طبعا بكابوس، ان انا ضرسي وقع او سنتي معنى اصح. اوكي اوكي دي اول حاجة. تاني حاجة انا عايز اخد رأي حضرتك يعني فيه. هو صراحة يعني عصبي، ومثلا على طول كل حاجة لأ، وشكاك، وعلى طول مثلا لأ ما تلبسيش، عنده موضوع اللبس ده مشكلة كبيرة جدا. شكاك بمعنى ايه بس يا حسناء؟ شكاك بمعنى ايه؟ شكاك بمعنى يعني بيشك فيك يعني، يعني لا ما بيشكش فيه خالص. ما هو في فرق بين بيغير عليكي وبيشك فيكي. بيشك يعني بيقول لك انت بتشوفي فلان وبتتكلمي مع فلان، ولا بيغير؟ بيقول لك وريني موبايلك؟ لا خالص عمره بصراحه. طيب عمره مش تماما. شكاك. طيب يبقى مش شكاك. يبقى انت قلت شكاك في ايه؟ اما هقول لك يعني مثلا لا ما تنزليش مع صحابك، ما تروحيش، لا اصلا بخاف عليكي، على الرغم ان هو في حاجات متناقضه تانية. مثلا لا في يوم مثلا انا انزلي، لا روحي، لما يكون مثلا بحس ان هو ايه، وقت ما هو بيكون عايز ان انا انزل انزل، وقت ما بيكون عايز ان انا اعمل اعمل. هو يقول لي انا القائد، وانت يعني كانك انت ما لكيش اي ثلاثه لازمه، يقول لي انا اللي لازم اتحكم وانا اللي اعمل. شايف البنات جامدين؟ طيب مفيش اي ثلاثه لازم عندنا. بنات جامدين. انا شايفه حسناء، انا سابق ممكن اسال سؤال. هو طب لما بيغلط فيكي بيعتذر لك؟ لا هو اصلا ما بيغلطش خالص، هو شايف نفسه هو عمره ما بيغلط. لما بيغلط فيكي يا حسناء لما يزعلك بعيدا عن وجهه نظرك، يقول لك حقك عليا انا ايه؟ لا لا ما عندوش الحته دي، مش عنده. طيب يا حسناء انت بتحبيه؟ معجبه بيه؟ انا بصي الصراحه انا معجبه بيه. طيب معجبه بيه، يبقى ابذلي مجهود معاه عشان تغيريه. ابذلي مجهود يعني هي تبذل مجهود، بس ما تعملش اي اجراءات تطور في الجو. حاضر. هناخد تبذل مجهود معاه عشان يتغير. لكن ما تعملش اجراءات سريعه لغايه لما تشوف هيتغير. استني لما تشوفي يتغير، ولا لو ما اتغيرش انا شايفه ان يعني انت عاقله بما فيه كفايه، فممكن يبقى لسه النصيب قدامك حاجات كتير. ناخد منى. منى الو. اهلا. يا منى. اهلا. الو الو مساء الخير يا مفيده. مساء الفل حبيبتي، انا بحبك قوي 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 يعني. ربنا شغلي سريع سريع عشان اتفرج بس عليكي. ميرسي حبيبتي، ربنا يخليكي. الله يخليكي. اكلم بس الدكتور. سامعك اتفضل. انا غيرت كده. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ اخد راي حضرتك بس في حاجه كده. بنتي عندها 20 سنه، حساسه لدرجه كبيره يا دكتور، لدرجه كل حاجه يعني ايه البقاء عندها ده سهل قوي. لدرجه من قيمه كام يوم تقول لي انا لما بشوف حد مريض عيط. تخش الامتحان تغلط غلطه صغيره تعيط. دايما متوقعه الوحش. متوقعه الوحش بمعنى ايه؟ متوقعه الوحش يعني خايفه تعيا مثلا، ولا خايفه تفشل، ولا حاسه انها فاشله، يعني متوقعه الوحش بمعنى ايه؟ وبعدين لا بمعنى ايه متوقعه الوحش يا مدام؟ اشرحي يا منى. لا يعني دايما يعني تخش الامتحان تحل تخرج انا عملت وحش قوي. تقول انا عملت وحش قوي. وبعد كده تطلع النتيجة حلوة خالص. أي حد من زميلاتها يقولوا لها أي كلمة. أوكي. ده بيأثر عليها، ده بيأثر عليها زيادة عن اللزوم، فأنا خايفة عليها يعني. بعد طيب. كده بقول لها الحياة قصادها كبيرة. طيب. يعني عندي سؤال يا مدام، ده بيأثر عليها بشكل سلبي بمعنى أنه بيخليها ما تذاكرش، أو بيخليها تقطع صحابها، أو بيخليها ما تخرجش، أو الحاجات دي؟ لا 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 لا، هي مجرد أن أنا عياط تعيط، سيبيها تعيط. لا تنجح. مجرد ان انا اقعد اكلمها اقول لها ده الحياه كده عادي، بترجع تاني تبقى كويسه. نعم بترجع تاني تبقى كويسه. بترجع خلاص، يبقى كملي زي ما انتي. بصي يعني حضرتك تعيدها تاني، بصي حضرتك معلش، سيبيها لغايه لما تنجح وتثق في نفسها وتطمن لروحها، وانت كمان تطمنيها. طب هتبقى كويسه. طب يا دكتور بس في الاثناء دي، بشكرك طبعا يا منى، بس في الاثناء دي هي الام زعلانه ان هي بتعيط كتير، معلش في حساسيه زياده. ما قلقش انا؟ لا 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 ما تقلقش، طالما الحاجات الاساسيه بتتم. طيب يعني طالما انا بقوم بوظايفي الاساسيه، بتخرج وعندها اصحاب وعندها وبتذاكر وتخش الامتحان ولطيفه،
بتجيلها لحظات تبقى مكتئبه فيها مفيش مشكله، المهم ان هي تطمنها وتحتضنها وتساعدها لغايه لما هي تثق في نفسها تدريجيا. يعني هي اكيد هتتغير بس 20 سنه. ما طيب وماله، في بقى في البنات في مجتمعنا نتيجه للقيود اللي بتحط عليهم بيتاخر تطورهم. طيب ناخد على حسب حنين. طبعا الثقافه، يعني في ثقافات بتاخر تطور البنت. اوكي ناخد حنين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ايه حضرتك عامله ايه؟ انا كويس حبيبتي والله، احنا بنحبك قوي وانا بموت فيكم. ايه ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور، انا مشكلتي مش مع اي حلم ولا اي حاجه. انا مشكلتي النفسيه بقت وحشه جدا. يعني ايه؟ ان انا متجوزه بقالي 3 سنين. ايوه. وحياتي مع جوزي، يعني انا كنت في الخطوبه كان مثلا يقول لي والدتي كذا كذا، اقول له مثلا والدي كذا والدتي كذا. بيشتم يعني؟ لا حكاوي. اللي انا كنت بقولها في الاول الحلقه. اوكي. يعني انت كنت بتلوكلوك. ما انا هقول لك، ما هقول لحضرتك. قول. نفسيتي دلوقتي انا وحشه من حاجه تانية اكبر من كده. ايه بقى؟ في ان مثلا انا اتطلقت مرتين بسبب اني يعني برضو والدته بتتضايق مني كتير مع ان انا ما بعملش حاجه. ما هو ما فيش حد بيتضايق من حد من غير ما يعمل حاجه برضو حنان. لا هي عشان هو حنين معايا زياده عن اللزوم، ف يعني دخلت لي في موضوع تاني ان انا بقى عامله له حاجه والكلام ده، اعمال وحركات. فنفسيتي تعبت بقى، اللي هو ان انا يعني لدرجه ان انا فكرت يعني غصب عني فكرت في الانتحار مرتين. تنتحري عشان راجل صعب؟ لا اللي هو يعني شايفه نفسي مظلومه ومش عارفه اجيب لنفسي حق. طب انا بس انا عايز اسال سؤال يا حنان، هو الراجل ده كويس معاكي؟ هو كان كويس معايا، بس حاليا بقى اللي هو ايه على طول بقى يعني يقعد يضايقني. اشتموا بعض. ركزي معايا يا بنت الناس. انا ما بشتمش يا بنت الناس، اسمعيني. ركزي معاه وقربي منه وخليه يقرب منك وطلعي حكايه امه دي بره، فوتيها. مش لازم انك تحطي راسك براسها. ركزي معاه، طالما ان جوزك فيه امل انه يبقى انسان كويس وتعملي بيت كويس تبقي مستقره معاه، ركزي معاه وطلعي الام بره الموضوع. ممكن نكمل في موضوع حنان ده بس نطلع لفاصل ونرجع، لان انا عندي سؤال على موضوع حنان، لان هي مطلقه مرتين فممكن يبقى ده اللي عامل المشكله. نطلع لفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل حلول حضراتكم وتليفوناتكم بعد الفاصل. مرة تانية مع حضراتكم، وقبل ما ناخد التليفونات الجديدة بس عشان نبقى احنا مأكدين على كل أصدقائنا اللي كلمونا، حسناء يا دكتور كانت أول ما كلمت كانت كلمت على حلم إن درسها وقع أو سنانها وقعت. بالزبط. هل ده ليه علاقة بمشكلة خطيبها اللي بيغير عليها الشكاك اللي طبعا. طبعا هي وقوع الدرس شيء مؤلم جدا. واضح إن هي مش عايزة درسها يقع. بس هي خايفة إن درسها يقع، فهي عايزة الولد وفي نفس الوقت خايفة منه وخايفه انها تسيبه وخايفه انها تكمل معاه فيفضل يوجعها زي الدرس اللي بيفضل يوجعنا. فهي بشكل رمزي كده هي عندها رغبه في انها تكمل معاه بس خايفه انها تكمل معاه. فده بيتركم زي ما احنا قلنا بالظبط. فزي ما احنا قلنا تبذل مجهود تكمل معاه وتبذل مجهود ان هو يتغير، بس لو ما اتغيرش فضل لازم متعجرف. تبقى سريعه البديل انها تاخد طبعًا القرار. طبعا القرار. يعني ده هي تراب هنا في النص. بالظبط تراب في النص. طب حنان درس بيتلخلخ يعني. درس بيتلخلخ. طب حنان بقى اللي اتطلقت مرتين ودلوقتي مشكلتها ان 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 في مشاكل في البيت عندها وجوزها وامه. طب نفسيتها التعبانه دي ممكن يبقى ليها علاقه، سؤالي بقى كان ممكن يبقى ليها علاقه بان هي صعبان عليها نفسها انها اتطلقت مرتين؟ انت تقولي بصراحة أنا يعني حكاية طلاق ديت قاسية جدا. قاسية مرتين فده عندها عدم أمان. قاسية جدا طبعا، بس من الكلام أنا حسيت إن هي محتاجة تبذل مجهود تطلع أمه من دماغها وتركز مع الولد نفسه وتركز مع إنها يعني تكوش على يعني تحوط على بيتها وما تحطش دماغها بدماغ الست. هي الست خايفة على ابنها وعادة يعني بيحصل الكلام ده بين الحموات وبين زوجات الابن وبتاع. أصلا كنت أول حلقة كنت بنتكلم على إن أنت ممكن عمرك ندمت إنك قلت صراحة لحد من أصحابك، فكنت بتكلم على إن أنا وجهة نظري إن أخطر حاجة الست اللي تقعد تتكلم بمنتهى الصراحة لجوزها على مشاكل صح بتعملها بينها صح وبين أهلها. صح. لما هي حنان اتكلمت قالت أنا كنت أنا وجوزي الأول كنت بحكي له كل حاجة، فمن واضح إن بداية المشاكل صح معاها صح إن أنت ما أهلك عملوا. ما أنت فاكر لما كنت في الموضوع ظاهر تطور. هي بتطلع الأهل برا الموضوع. تفصل بقى ده. تطلع الأهل برا الموضوع. خلاص. مشاكل البيت والعيال وهي وهو، تطلع الأهل خالص برا الموضوع. ولو جه هو يقول لها أمي بتقول تقوله معلش وبتاع وخلي البعيد وما تجيبش سيرة أهلها. وما تجيبش سيرة أهلها خالص. تركز في بيتها. تركز في بيتها. بالظبط. طيب ناخد تليفونات التانية، اعتقد كمان حد رشدية. ايوه
اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا وانتم طيبين. وحضرتك طيبه يا رب. حضرتك والله وانا سلامي للجميع ان شاء الله. اهلا وسهلا. اتفضلي. خلي حضرتك. والله حاجه ان حصل حلم من حوالي فتره طويله قوي، كنت لسه ما اتجوزتش، حلمت ان انا طالعه سلم في البيوت القديمه بتاع زمان دي، واخد بال حضرتك؟ قبل ما اوصل الدور السلم اللي حرن الجرس وخبط على الباب، قبل الدور ده بدرجتين اتنين السلمه راحت مكسوره، ورجلي الاثنين حسيت فيهم الم جامد في النص في القصبه بتاعت الرجل، واخد بال حضرتك؟ بعد كده هوت قمت عادي وما حلم معلقش في مخي. تمام. بعدها بحوالي اربع خمس سنين بالفتره يعني بعدي الشارع، واخد بال حضرتك؟ راحت حصل لي حادثه ورجلي الاثنين اتكسروا في نفس المكان اللي وجعتني فيه رجلي لما حلمت الحلم ده. طب ده معناه ان هي ايه بقى؟ اهو انا عايز اعرف معناه. وانا كمان. الست هنقول حكمتها ان هي حلمت بده، لكن راحت. بالنسبه لي دي صدفه. بالنسبه لي دي صدفه. يا ربي العلم بقى عندما العلم يكون الحلم. علم الحلم تفسيره يعني ببساطه، انا مسافره طريق، انا عندي هدف عايز اوصل له، السلم والصعود الى اعلى وكذا والخوف. مش يمكن يكون جالها تنبؤ ما. يا ستي ماشي، خلي بالك براحتك، ممكن يحصل. انا راجل بتاع علم. انا لما اتكلم كلام علمي قابل للقياس. انا ما اقدرش ان انا ابص في الحاجات اللي هي ما فيهاش، ما تنفعش تتقاس، ما ينفعش اتكلم في الكلام ده. انت شايفه انه ديت رؤيه تنبؤيه، خلاص براحتك، ده الصح بتاعك، بس ده مش ده الصح بتاعي. طب فتوح بتقولي وجهه نظر تانية. عشان فتوح مع حضرتك ماشي. وجهه النظر بتقولي لا، هي فسرت الحلم بعد ما حصل لها الحادثه. بالظبط بالظبط. إيه؟ ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ مش فاهم. مفتوح يعني هي ربط الحاجات ببعض، بس هي مش مربوطه. يعني طب برضو يعني هي لو مش نبوءه ازاي؟ ما هو ربنا يا ستي. انت عايزه تشوفي نبوءه؟ شوفي نبوءه. احنا انا مش ضد النبوءه والله العظيم ابدا. انا مش ضد النبوءه، انا مش ضد النبوءه، بس انا كمان لازم اشوف الحاجات انا بشوف بالحلم. الحلم ببساطه شديده في حد نفسه في حاجه وطلع على سلم عشان يوصل لها، فقبل ما يوصل في عنده مخاوف انه ما يعرفش يوصل. قوم بعد خمس سنين حصل لها نفس الحلم. صدفه ده. صدفة. طيب مش صدفة، مش احنا بيحصل لنا حوادث في الحياة. صدفة. نفس اللي هي حلمته. ايوه، ما انا النهارده المروحة خبطت صباعي. انت حلمت ان المروحة تخبط صباعك؟ طب انا ممكن لما اقعد اركز شوية، لان حلمت من سنتين مش عارف انه في مروحة. يا دكتور طب ناخد آية. آية. ايوه اتفضلي. انا كنت بس عايزة اتكلم عن حاجة خارج الحلقة خالص. انا نسيت اعمله موضوع عن الابهات والامهات اللي بيبيعوا عيالهم للي يدفع اكتر. مش مهم بقى اذا كانت بتحبه او عايزاه او اي حاجه من الحاجات دي، المهم بس انه زي ما بيقولوا كده يدفع ثمنها وبعدين ياخدها، وما يهمش بقى هتبقى مبسوطه ولا لا، مش مهم اكبر منها حتى ولا لا. انت حصل لك ده؟ نعم. حصل لك ولا انت بتتكلمي؟ لا هيحصل لي ان شاء الله. انا فرح ان شاء الله اخر الشهر ده، ومش فرح ان انا هتجوز واحد عنده 45 سنه ومش مشكلة، بس علشان بابا قال معاه فلوس. وانت عندك كم سنة؟ عنده 45 سنة. انت عندك كم سنة؟ انا عندي 18. انت خلصتي؟ انا مش متعلمة اصلا، بس كل اخواتي متعلمين، انا بس بعرف اقرا وبكتب. طب انت عندك اخوات كبار؟ انا عندي اخويا اكبر مني. طب هو ما تتكلميش معاه يساعدك في الموضوع؟ لا انا اخويا ماشي على راي بابا، وبعدين هم انا والدي اصلا شكاك زياده عن اللزوم. طيب انا خلينا بس نقول، مفيش حد في العيله يقف جنبك؟ لا مفيش. خال، عم، خاله؟ لا كلمه بابا، واللي يقول هو اللي هيعمل. طب وانت لو رفضت ايه اللي هيحصل؟ وانا لو رفضت يعني ممكن الدنيا كلها تتقلب. طب ما تتقلب. ما انا بس انا عايز نفهم ابعاد الحكايه، يعني لو رفضتي ايه اقصى حاجه ممكن تحصل؟ احبسوها مثلا. قبل كده برضو اني انا رفضت في الاول، وانا مش عايزه اقول، بس هو مش ضرب بس، لا هو كمان وصلت للكهرباء. كهربوك اهو. ايه انت بتحبي حد؟ انا كنت بحب حد، بس لما جيت قدم لي وكده بابا ما رضاش بيه. طب انا سؤال تاني بقى، اسمعي، يعني هاخد بقى الراجل اللي متقدم لك اللي عنده 45 سنه ده، شكله حلو؟ طيب. هو طيب وكويس جدا، وساعات بحس انه احسن من بابا في كتير في التعامل يعني. على فكره 45 سنه مش زي باباكي، يعني انا عارفه ان فرق كبير في السن، بس ممكن لو اديتي نفسك فرصه، انا ما بقولكيش ده لازم يحصل،
لكن لو انت عندك القدره فانك تقولي انا والله مش هتجوز الراجل ده غير لما احس ان في بدايات ان انا ابقى فيه مشاعر، وتبتدي تتعرفي على الراجل ده وتنسي اللي كنت بتحبيه، ده ممكن يحصل او لا؟ لو ده حريه شخصيه. مش حريه شخصيه، بس انا شايفه ان انا يعني انا في الاول ما كنتش موافقه، بس انا حاسه ان انا لو اتجوزته اني هينفع اخرج والبس واعمل زي كل البنات ما بتعمل، لان انا في بيتي بس انا مش عارفه اعمل كده، بس انا حاسه انه ممكن يخرجني يجيب لي حاجه انا بحبها البس اللي انا عايزاه، ما بقاش مغصوبه على كل حاجه حتى اللبس والخروج. طب وده مش ده ما يرضكيش؟ ما يرضينيش ازاي يعني؟ ده ما يبسطكيش قصدي؟ لما تحسي انك ممكن تجوزي حد يعمل كده، طب ما ده مش وحش. ماشي، ما هو مش وحش، بس المشكلة ان هو بنته من سني يعني. هو ما عنده بنات؟ طبعا ما انت متصور واحد عنده 45 سنة. ايوه بنته من سني، هو عنده بنت وولد. إيه؟ ولد عنده افتكرته متجوز؟ طبعا واحد عنده 45 سنة اكيد متجوز بقاله فترة طويلة وعايز دلع نفسه. معلش مع احترامي ابو، انتوا الحالة المادية صعبة قوي كده عند باباكي؟ يا استاذة مفيدة بقولك بيكهربوها. تسمعت الكلام ده؟ طب ايه نعمل ايه؟ بابا كل ما يتكلم يقول لي انت لو اخدتي شاب تاني يوم ولا تالت يوم هيجيبك ليا، وانا ادام خرجتي من بيتي خلاص ما ينفعش ترجعي لي تاني، ورجعتي هتجيبي لي عيل هاكله واشربه منين، وانا كفايه انتوا. ورغم ان بابا على فكره ما بيشتغلش، انا اللي بشتغل وانا اللي بصرف على البيت وانا اللي بصرف على اخواتي. طب انت مستنيه ايه؟ لما انت اللي بتصرفي على البيت وانت اللي بتصرفي على اخواتك يعني لا مش قصدي بقى، لا لو هي بتشتغل. انت بتشتغلي؟ بتشتغل ولا بتصرف على البيت؟ بتشتغلي ايه؟ بشتغل في مصنع ملابس في 6 اكتوبر. طب يبقى اذا انت عندك الوسيله. ماشي، ما انا وانا فكره حضرتك ان انا بروح شغلي لوحدي وباجي لوحدي، بابا بيوديني وبيجيبني. طب تعمل ايه؟ بيسيبني. طب تعمل ايه؟ انا اقدر اقول لها تعمل ايه يا فتوح، بس انا ما اقدرش اقول لها على الهوا تعمل ايه. خلينا نكلمها بعد الحلقه. ليه نكلمها بعد الحلقه؟ علشان احنا لازم ندرس الظروف اللي حواليها، لان احنا ممكن ندي نصيحه على الهواء تؤدي الى كارثه. فاحنا محتاجين نفهم شويه ابعاد الحاجات، ابعاد الاب، طبيعه الاب وطبيعه الاخ، ونشوف ايه المدخل اللي ممكن يساعد البنت ديت. محتاجين ندرس الموضوع كويس معاها عشان نشوف ايه المدخل اللي نقدر ان احنا نساعدها بيه. نصيحه على الهواء ممكن تبقى مؤذيه. ممكن احنا شيخ، ما احناش دارسين في الدين، مش محتاجين نفهم انه يجوز البنت كده بالطريقه دي. ابعاد الحاجات والوضع الاجتماعي عامل ازاي عشان نقدر نساعدها بشكل كويس. بس يا فتوح، فالنبي خلي فتوح بس تاخد التليفون واحنا هنكلمها بعد ما نخلص ونتكلم معاها. طيب من فضلك يا ايه، سيبي رقم تليفونك الدكتور هيكلمك. وفتوح بطلي تغلسي عليا علشان هي عماله بتستفزني. تقولي الكلام اللي انت بتقوليه ده في الكتب وبتاع. لا انا صفاء. لا في واقع خطير طبعا. طبعا واقع، طبعا واقع شديد الخطوره. ممكن نقول لها نصيحه دلوقتي تروح يمسكوها كهرباء. ايوه يا دكتور، بس هي اللي بتصرف على البيت. حاضر، اوكي ماشي. صفاء 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 وقعت صفاء. النقطه في ايه؟ طالما صفاء لسه ما بيحاولوا، هتحاول مره تانية. النقطه في ايه؟ ان ايه في امثال منها كتير جدا. مظبوط. البنات دول بيبقوا فاكرين مزبوط. ان بره باب البيت الوحش المغولي. لا هي عارفه على لا هي الابواب عارفة. لا 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 هي عارفه، هي عارفه انه بره باب البيت هي قادره انها تنجح. بالظبط. لو احنا بنتكلم بشكل عام، احنا ما نقدرش نقول لها دلوقتي يقفوا قدام ابوكي. لا ما نقدرش نقول هذا الكلام. بس ممكن شيخ جامع. بالظبط كده. ممكن جار. طيب انا بحاول معاها. عندك خال، عندك عمه، عندك، قالت لك ما فيش اي حد ومحدش يقدر يقف قدام ابويا. الكلام بتاعك بتاع شيخ جامع ينفع؟ الراجل نفسه اللي هيجي يتجوز البنت دي لو هو راجل زي ما هي بتقول، راجل كويس وعنده بنات. بس عايزها. معلش. لو قالت له انا مش عايزاك، ممكن يحس باهانه ويروح يقول لابوها. وفين الراجل؟ أني راجل اللي جوز بنت عندها 18 سنة وهو عنده 45 سنة؟ هو مش في رجالة بيغتصبوا ستات؟ أي أنت بتتكلمي عن إيه؟ هو مش في رجالة بيجيبوا أطفال صغيرين يغتصبوهم؟ أيوة. وده مش واقع إحنا عايشين فيه. واقع بس يعني مش يعني ده راجل عنده بنت. تضمني منين؟ أنت تضمني منين الكلام؟ تضمني منين إن الراجل ده يبقى مؤذي فعلا ويأذيها فعلا؟ احنا محتاجين فعلا الموضوع يبقى رؤيه واسعه عشان نعرف نساعدها بشكل مظبوط من غير ما تتاذي. مش عموما ايه، لو انت بتتفرجي علينا مره تانية من فضلك اتمنى انك تكوني سبتي رقم تليفونك. سابته؟ اوكي سابته، هتدي رقم تليفونه حاجه. يا ريت تتدخل في الموضوع. حاضر. ده حاضر. الوقت راح خلص كالعاده دائما معك الوقت بيطير. بشكرك يا دكتور،
وعايزين الاسبوع اللي جاي يا اما نكمل في موضوع الاحلام او ناخد نشتغل في مشكله ايه او نشوف مشكله ايه دي مشكله يعني صعبه ونتكلم جدا. مع الابهات والامهات بقى بالزبط. يعني نحاول ان احنا والعامل النفسي على البنت اللي بتتكهرب وبتضرب حسبي الله ونعم الوكيل. بشكر حضرتك مره ثانيه وهنطلع الفاصل وبعد الفاصل تعالوا مع بعض نشوف شيف محمود محضر لنا اكل شوارع 100 100. عندنا عندنا الكبده وعندنا المخ ومخبي لي انا كنت طلبت منه سكالانس فكمان هيعمل لي سكالانس بعد الفاصل.